عند نهاية المجلس نجلس مع بعضنا ومع أصحابنا وأصدقائنا، وانتهى المجلس علمنا النبي أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن قلنا هذا الدعاء في نهاية كل مجلس نجلسه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا، لأن هذا الدعاء هو كفارة المجلس كما علمنا صلى الله عليه وسلم.